وصلنا للنمط الأخير من الدراسات، هو دراسات الانترفينشنال، الدراسات التداخلية، الـ RCT Randomized Control Trial. بهذا النمط من الدراسات الباحث يقرر أنه يجرب دواء معين أو تداخل معين أو إجراء معين على المرضى، وبالتالي هو بيقرر الإكسبوجر بهالحالة هو الدواء، وبيقرره على مجموعتين مرضى، بيقسم المرضى لمجموعتين بنسميهم كل مجموعة بنسميها ذراع arm، مجموعة التداخل، مجموعة الانترفينشن، ومجموعة الشاهد اللي هي الكنترول. بيكون توزيع المرضى عشوائيا بين المجموعتين، بنحاول نوزعهم عشوائيا بحسب الوزن، حسب الطول مثلا، حسب العمر، حسب الجنس، حسب، بحيث ما يكون في عدم توازن بين المجموعتين يؤدي الى خلل بالنتائج عدا عن الدواء نفسه. فما بيكون مثلا مجموعة شباب مقابل مجموعة خثائرة، لازم يكون مجموعتين بنفس العمر تقريبا. بنقارن، بنتابع المرضى على مجموع على فترة من الزمن، بنحسب حجم العينة طبعا، بنشوف قديش بدنا حجم عينة مشان نحقق outcome محددة. مثلا بدنا نخفض الوفيات بنسبة 10% أو 20%، وبالتالي لازم نجمع 50 مريض، 1000 مريض، 500 مريض، في إلها طريقة لحسابها ممكن نحكيها لاحقا. منتابع المرضى على فترة من الزمن كمان حددناها سابقا، لما بتخلص الوقت بنحلل نتائج المرضى بين المجموعتين، بنشوف المجموعة الإكسبوجر اللي هي مجموعة الدواء، كم الاوتكم تبعها اللي حددناها سلفا مثل ما قلنا. الاوتكم في اوتكم طبعا بدئيه وفي اوتكم ثانويه، وكل وحده الى فرق عن الثاني، كله حنحكي ان شاء الله. منقارن الاوتكم بين المجموعتين ومنقرر بعدها انه هل في فرق بين المجموعتين ولا ما في فرق، واذا كان في فرق فهل هذا الفرق هام احصائيا ولا هو مجرد صدفه. هي كلها ممكن نحكيها ان شاء الله لاحقا. حابب اذكر انه الدراسات الانترفينشنال او الار سي تي ما بتجي من فراغ، يعني مو انا مباشره اليوم قرر اني انا بدي اختبر هذا الدواء على هاي المجموعه من المرضى. انا هلا ممكن اعطيكم فرضيه انه الباراسيتامول بخفف او بيحسن من نتائج مرضى داء منير. هي دعوة قائمة من عقلي حقيقة، ما عملت عليها أي دراسة من قبل، ما في دراسات حيوانية جربتها، ولا في دراسات فيزيولوجية جربتها، ولا في دراسات فيز 1 وفيز 2 وفيز 3. ما حدا رح يقبض مني هذا الكلام جد، يعني ما حدا حيعطيني جرانت خليني أقوله، ما حدا حيعطيني منحة على هي الفرضية مشان أجي اختبر هدول المرضى، ما حدا حيقبل يعمل هيك دراسة. هي دراسات مكلفة، بتستهلك وقت وجهد وتعب، فبالتالي مو أي فرضية أنا بيجي بقول بدي اختبرها، لازم يكون سابقها كتير شغل لحتى أوصل أنه تعالوا نجرب يا جماعة فعلا بميزان الـ RCT أنه هذا الدواء فعال أو غير فعال. إن شاء الله حنحاول نستعرض تشريح الـ RCT، يعني جزء نتناوله بمقاطع مختصرة مشان نركز الأفكار أكثر وأكثر، وإن شاء الله حنناقشه ربما بتوقع 5 أو 6 أجزاء إن شاء الله نتابع بهذا الموضوع. إذا كان الأداء لحد اللي عاجبكم، أنا جدا مسرور صراحة، أنا استمتعت بهذا الموضوع حاليا. بتمنى أسمع فيدباك منكم، التعليقات، لأنه هذا الشيء بيساعدني على أني أعرف أوجه النقاشات والأسئلة والدردشات بالمرات القادمة. السلام عليكم.